جهاز المخابرات الوطني يعلن الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية. في بداية، كيف تقيم الجهود المبذولة بهذا الصدد، الجهود الأمنية المبذولة في ملاحقة خلايا الإرهاب؟ يعني مساء الخير عليك، مساء الخير على المشاهدين الكرام. ليس جديدا حقيقة على جهاز المخابرات الوطني والأجهزة الاستخبارية الأخرى والتي عملت على قتل وضرب وتدمير وتفكيك هذه الشبكات الإرهابية، وهذه العملية الكبيرة التي قادها جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في شباط 2023، وعملية المتابعة والتحليل الشبكي قد أنتجت أهداف وسلت أهداف جديدة، وهذا بالتالي ما جعل جهاز المخابرات الوطني يفكك هذه الشبكة الإرهابية التي أرادت أن تقوم بعمليات إرهابية خلال شهر محرم، وسواء في مطلعه أو كذلك في نهاية الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك التي مرت مرورا يعني فاعلا من خلال جهود قواتنا الأمنية، وكذلك تسهيل وتسيير الحملات المليونية الكبرى التي جاءت بالمواطنين الذي زاروا محافظة كربلاء المقدسة، وهذا بالتالي تطور نوعي يحسب الآن للأجهزة الاستخبارية والأمنية في عملية تفكيك هذه المجموعات الإرهابية التي أرادت حقيقة أن تقوم بعمليات إرهابية خلال هذه الفترة التي احتضنت يعني الملايين من الزوار الذين زاروا العتبات المقدسة، وكذلك بالمقابل الأجهزة الاستخبارية الأخرى التي عملت مع جهاز المخابرات الوطني سواء في جهاز مكافحة الإرهاب ووكالة الاستخبارات والأمن، وكذلك جهاز الأمن الوطني والحشد الشعبي، وكذلك قوات البشمركة، وبالتالي كل هذه الأجهزة بالإضافة للاستخبارات العسكرية عملت عمل كبير جدا من أجل منع وتقويض قدرات هؤلاء الإرهابيين للقيام بأي عملية إرهابية، وكانت هنالك أهداف كبيرة حقيقة حققتها الأجهزة الاستخبارية خلال الشهرين الماضيين، وتكلل طبعا هذا النجاح الذي تحقق اليوم بإلقاء القبض على هذه المجموعة الإرهابية، وهذا نصر كبير يعتبر الآن للأجهزة الاستخبارية وتقدم في عملها بعد النصر الكبير الذي حققته خلال السنوات الماضية.